ثامن مارس محطة للاحتفال بالمكتسبات التي تحققت للنساء المغربيات، ومناسبة أيضا للتعبير عن الإكراهات التي تعيق مسيرتهن في طريق الرقي والنماء. وإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء يشكل مبادرة مبتكرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب لوضع حد لشبح العنف ضد أو العنف الذي يترصد النساء بكل أشكاله. نتابع أبرز محاور إعلان مراكش 2020 في تقرير سميرة أصبان. إعلان مراكش صفحة تاريخية في سجل الحرب على العنف ضد النساء في المغرب. الإعلان الذي تم عام 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب. بين يدي سموها وقعت في 8 مارس 2020 سبع مؤسسات تمثل قطاعات مختلفة على الالتزام المتعلق بهذا الإعلان. هو التزام جماعي لصون النساء من كل أشكال العنف ماديا كان أو حتى رمزيا، تعبئة لمختلف القطاعات لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وترسيخ ثقافة العنف داخل المجتمع المغربي عبر مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية. التوقيع على إعلان مراكش يجسد إرادة السلطات العمومية في العمل المشترك مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب لحل إشكالية العنف ضد النساء. ولتتبع تنفيذ طموحات هذا الإعلان انبثق مجلس يتولى مهمة مواكبة تفعيل التزاماته مع إرساء مبادرات ملموسة حول آليات التكفل بضحايا العنف ومحاربة كل الصور النمطية حول النساء، إلى جانب النهوض بثقافة العنف عبر التربية الأساسية والتعليم العالي. هكذا يجسد إعلان مراكش أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات القضائية والتربوية والصحية والثقافية كما الإعلامية كسبيل ناجع لوضع حد لشبح العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الوقت الذي تفيد فيه دراسات رسمية أن أكثر من نصف النساء المغربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف، بما يتصدر العنف الزوجي قائمة حالات العنف ضد المرأة. مدونة الأسرة التي اعتمدت منذ 18 سنة شكلت حينها منعطفا في التشريع المغربي، اليوم هي محط نقاش في ومطالبة بالتعديل من قبل العديد من الجمعيات النسائية. روبورتاج زكية بالقاص وياسين مرافق يقربون من هذه المطالب. قصص تتناسل ألما وحزنا لنساء يتوافدن على مركز النجدة كل يوم بالعشرات. قصة أمل عنوانها الانكسار والخوف من القادم. أمل وجدت نفسها بدون مأوى، جردت من حقوقها إثر طلاق مفاجئ. نعيش من برا وجبني هنا المغرب وحيد لي الوراق ومن بعد طلقني ومشى ودار لي إسقاط الحضانة، وتحكمت الإسقاط الحضانة لصالحه. دابا في محكمة الاستئناف كطلب أنا أمي ساعدوني، لأن أنا اللي كنخدم على وليداتي. 5 سنين من نهار اللي طلقنا راجلي ما صرفش عليا على وليداتي. بلي طردني من بيت الزوجية طلقت من مدينة لمدينة، جيت عند الوالدين ديالي، جات معايا وليداتي جوج. بلي لحقت وقت المدرسة بغيت نقيد دراري في المدرسة، ما بغاوش يعطوني انتقال، قالوا لي باهم هو المسؤول عليهم هو اللي يعطيهم انتقال. قضايا نفقة وأخرى تهم الحضانة وتعدد الزوجات تدبرها قانونيا مدونة الأسرة التي شهدت تغييرا منذ 18 سنة، لكنها لم تغير من واقع المرأة الشيء الكثير، لترتفع الأصوات المطالبة بتغيير بنودها. المدونة أصبحت لا تستجيب لكل هذه المعضلات اللي كتطرح يوميا علينا في الجمعية وكذلك على مستوى المحاكم. بان أن هناك مجموعة من الخلل، من يعني مظاهر الخلل، مظاهر التمييز على مستوى النصوص وحتى على مستوى التطبيق أو العمل القضائي. بان هناك واحد التفاوت ما بين المحاكم، ما بين الغرف، ما بين، وبالتالي ما تحققش الأمل القضائي، ما تحققش يعني الحماية اللازمة للأطفال والحقوق ديالهم. دور النساء في النسيج الاقتصادي وفي رعاية الأسرة والأبناء لم يثمر حسب الجمعيات النسائية الإنصاف والمساواة المنشودة والمتضمنة في المقتضيات الدستورية وفي مبادئ الاتفاقيات الدولية.
لم يعني تنفتح على بنود على مقتضيات الدستورية ولا على بنود الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي يعني صدق عليها المغرب. طبعا هناك يعني على سبيل المثال ممكن أن نقول بما يتعلق بالولاية القانونية، لا يعقل أنه نجد في مدونة الأسرة يعني تتصدر الولاية للأب دون ذكر الأم. تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة، مطلب يطفو إلى السطح مجددا تتبناه الجمعيات الحقوقية انطلاقا من التطبيق اليومي لهذه المدونة التي لم تعد تستجيب لطموح النساء المغربيات وأملهن في العيش في مجتمع يضمن لهن الكرامة والمساواة.